والله ده هتفنش لو وازيكم عاملين ايه دلوقتي؟ هنلعب لعبة ماينكرافت. زي ما انتوا شايفين انا محبوس. شايفين البتاعة دي؟ حلو، شيل ده بقى. طبعا زي ما انتوا شايفين الجست ده فيه حاجات جامده جامده. نجيب البلوكات اوكي، تخلي بالنا لا نقع. طبعا كنت بعمل تحدي من ده. ايه ده يا راجل؟ ينفع عوفو في اللافا كده عادي؟ لا بص ايدك، بص ايدك يا عم اللافا. عشان اما انا كلت جولدن ابو دي هو اما خليني عوم في اللافا عادي. يا باش مهندس، ازيك عامل يا باش مهندس؟ يا باش مهندس ولا يريد ادب. انا هرميك في اللافا. ولا قليل ادب. ياخد وقت يخرب عالم ان انت اتفنشت. ايه ده في مكان ورا؟ ماما واخد بالي. ممكن اني متقفل. انا كان معايا بيك اكس. ادي ادي هيلو هيلو ايزي قبول. مش شكلهم كده ليه؟ طب في اتنين يا خلاصي. على فكرة انا هاخد الحاجات دي احسن، شكلها تحفة تحفة جدا. سيب الادوات المعفنه دي يا عم. ده لا حد احسن. حاجات تحفه. ايه الحاجات دي كلها؟ وجولدي كمان. هو غير هعمل جولدي بالهبل ابا والله. خراشي نعيش حياتي، عيش حياتي، عيش حياتي في الحاجات دي. حد غير ده كمان. حد ده ريد ستون ده حلو. ما ينفعون في اللافا عادي. اول حاجات 40 لازم امشي بعيد بسرعة عشان الحاجات دي تختفي او متشوي. الحمد لله. شوفها كام؟ ماشي. انا هفضل اقضي حياتي كلها جاي على رجلي كده. ابو يزور زور الحيوانات دي كمان. يشي كوبال، يشي كوبال على السرعة. اخد الخروف ده ولا ده؟ ده ولا ده؟ كوبال ولا ده؟ الله اضربه والله. بعد بيتي طبعا انا كنت باني ده، كنت بانيه انا زي شوف كده. طبعا كنت بحط فيه خنزير شوف كده. ايه الحاجات اللي اختفت ازاي؟ ازاي تختفي اصلا؟ يا عمو
بيتي. نخش هنا في الكرافتنج. الله الله. زي الفل. البس دراعاتي غير بيت تحفه ومطبخه. طبعا كنت بني البيت برضو شويه حاجات هنا. هو محتاج بيك اكس. نشوف هنا. والله هنا الحاجات دي تحفه كتير. حتى كده تحية من الدين. بس مجمع بيضة امرأت الله يطوح. ها 6 امرات زي الفل. اوه جولد. ايه ده؟ ده بتاع البو يعني بتاع الاسور، عشان لو اي زومبي يفكر يلعب بديله فكان راح افنش. فهمت.